النتائج اللي وصلنا لها مرتبة بالتدريج من أعلى عدد من الأصوات ونزولا. الأول سمير عبد الله أحمد ناس، الثاني يوسف صلاح الدين إبراهيم صلاح الدين، الثالث وليد إبراهيم خليل كانو، الرابع محمد عبد الجبار محمود الكوهجي، الخامس محمد فاروق يوسف المؤيد، السادس باسم محمد أحمد الساعي، السابع خالد محمد يوسف نجيبي، الثامن عبد الله عادل عبد الله فخرو، التاسع عارف أحمد علي هجرس، العاشر أحمد صباح سلمان آل سلوم، الـ11 نواف خالد راشد الزياني، الـ12 عبد الوهاب يوسف عبد الوهاب الحواج، الـ13 جميل يوسف أحمد الغناء، الـ14 وهيب أحمد محمد الخاجل، الـ15 سونيا محمد جناحي، 16 سوسن عبد الحسن محمد إبراهيم، 17 بتول محمد أحمد داداباي، 18 أحمد يوسف غلوم علي، وفي 2 لهما أعضاء احتياط، الأول بينهم يعقوب يوسف عبد الله العوضي، والثاني هو فيصل عبد اللطيف سليمان الناصر. طبعا نبارك إلى الجماعة اللي فازوا، ونتمنى التوفيق للجماعات الثانية، ونتمنى لهم حظ أكبر في أي انتخابات تالية. فنشكركم